السلام عليكم يا جماعة. لعبة الببجي حرام، لعبة الببجي من المنكرات، يعني زي الحشيش والخمر والويسكي. انت يوم تلعب لعبة الببجي اكو عرب بالتياغة، انت تعدنك بتحشش، يعني تعدنك انت قاعد بتسكر. ربنا سبحان الله حرم لعبة الببجي على عباده، وبقول لكل انسان بيلعب لعبة الببجي اكو عرب بالتياغة، صدقني راح تخش النار، راح تخش نار جهنم. هذا مش كلام يا جماعة، هذا كلام رب العالمين. ربنا حرم لعبة الببجي على عباده، وبقول لكل إنسان بيلعب لعبة الببجي لا تحاول تخش الجنة، لأن محاولاتك فاشلة، لأن ربنا سبحان الله حكى لكل واحد بيلعب لعبة الببجي سيفوت النار يا جماعة. نصيحة مني